الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو إبراهيم في دورة الأوتوكاد. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة الثالثة، وهنكمل بقية أوامر الرسم اللي بدأناها في المحاضرة الثانية. خلونا نبدأ. هنتوجه إلى البرنامج، هيجيب لنا الريسنت فايل أو الانترفيس الخارجي. هنفتح ملف عن طريق Start Drawing، أنا فتحته. هندخل هنا، محتاج أبص على الإعدادات قبل أي حاجة، بما إني بشتغل بالمتر أو بالسنتي، الاختصار UN Space. هنا بشتغل بالمتر، وأقرب رقمين بعد العلامة صفرين. أوكي، اتكلمنا في الدرس اللي فات عن اللاين، الخط المنفصل أو الخط المستقيم. اتكلمنا عن البولي لاين، الخط المتصل بالأشكال المختلفة وبالأسماك أو السمك أو الويث المختلف. اتكلمنا عن الدايرة وعن الأرك، وقلنا في المحاضرة بتاعت الليلة هنتكلم بعد كده عن المستطيل ومعاه البولوجون، هنتكلم عن الإليبس ومعاه إليبس أرك، وهنتكلم عن الهاتش. وبعد كده عندنا أوامر موجودة في درو دي، في السهم الصغير دي لما بدوس كده هنعرف فيهم شوية حاجات جميلة جدا ومهمة. خلونا نبدأ. طيب، لو أنا حابب أعمل مستطيل النهاردة إن شاء الله هنخلص أوامر الدرو، والمحاضرة الجاية لو قدرنا نخلص الموديفاي هنبدأ نطبق الأوامر بتاعتنا على مشروع هنختاره سوا علشان نرسمه مع بعض. زي ما قلت قبل كده بحب اعمل الدورات زي ما عملت في دورة الريفت، بحب انها تكون دورة تطبيقية على تخصصاتنا اللي هي المعمارية او الانشائية. فانا هستخدم الاوامر اللي اتعلمتها اللي هي تخص الدرو والموديفاي بعد ما اخلصها على مشروع هنرسمه سوا، وهيبقى مربوط معاها ما يخص البانل اللي يخص اللايرز، لان انت بترسم الحاجات دي على لايرز، على طبقات. علشان ايه بتحطها على طبقات؟ علشان تقدر تتحكم فيها. الناس اللي بتشتغل اوتوكاد اي كلام ومش فاهمة بتحط كل الرسم على لير واحد وارسم وخلاص وخلص وسلم، يجي بعد كده اي حد يتحكم فيها يكره نفسه. طيب، احنا قلنا هنتعلم كل الاصول في البرنامج وهنتبع كل التعليمات اللي بتوصلنا للهدف، وهو الحصول على رسومات 2D أو 3D بشكل محترم وتناسبك كمهندس معماري. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بقية الأوامر. هنبدأ بالريكتانجل، الاختصار بتاعه REC، أو لو هتتعامل مع الأيقونات اضغط على الأيقونة بيبقى جاهز معاك، بيديك رسالة جنب الأسناب بتقول Specify First Corner Point، يعني بيقولك حدد لي الكورنر او الركن اللي هتبدأ بيه الريكتانجل بتاعك. خلونا الاول نعمل ريكتانجل عادي جدا، الديفولت بتاعه اللي هو بيقول لي specify first corner point، بقول له ادي النقطة اهي وبيمشي معاك. ده هنا عشان انا كنت عامل شنفر فظهر معايا بالشنفر، وبالمرة تعرفوا الشنفر، الشنفر اهو هو الشيء ده، هو الكسرة دي عند الركنة بتحدد المسافة اللي هي التقاء الخط ده مع الخط ده بيلتقوا هنا. فانت الشنفر بيتكون من النقطة دي، المسافة دي والمسافة دي، لو محدش يعرف الشنفر يعني. والفلت هو الدوران لو حابب اعمل دوران، تمام كده. طيب، خليني اعمل ديليت لده واختار الامر، اقول له الشنفر خليه بزيرو، النقطة الاولى والنقطة التانية بزيرو. فالريكتانجل العادي هو ده، بكيت في نقطة ومشيت اتجاه اكس اتجاه اكس وطلعت اتجاه واي فرسمهولي، فكده بيرسمهولي من غير ابعاد. وانت بترسمه كده بيقول لك تحت في الكوماند بار لو حابب حضرتك ترسمه بالاريا، ماشي، لو حابب حضرتك ترسمه بالدايمنشن. اكيد انا عاوز ارسمه بالدايمنشن، فهختار دايمنشن او الاختصار اللي اسمه دي سبيس. فبيقول لي اللينث بتاع الريكتانجل بتاعك انا عايزه 10 متر سبيس، بيقول لي الويث انا عاوزه 20 سبيس، فانشأهولي
خلاص كده حابب تعمل حاجة تاني، تك بكة واحدة عشان تأكده فنزل. لو جينا نقيسه سريعا، ادي 10 وادي، اعتبرت ان طوله كده وعرضه كده اللي هو 20 الدايمنشن اللي انا دخلته. تاني لو حابب تعمل ريكتانجل بمقاسات مظبوطة بتختار الامر، بتبك في اي حتة، سبيسيفاي فيرست كورنر، ترسمه عن طريق الدايمنشن، اختارها، يقول لك سبيسيفاي لينث، حابب اللينث، دخل الطول يعني بتاعه، هقول له 10 متر سبيس، فبيقول لي سبيسيفاي ويث، هقول له 10 تاني سبيس، جاهز معايا، بك جواه كده نزل. يبقى انا رسمت مربع او يا اما مستطيل عن طريق الامر الخاص بالريكتانجل. ادي دي اول حاجة. طيب لو حابب ارسمه واعمل فيه شنفر او يا اما اعمل فيه فيلت زي ما الاوبشن تحت بيقول لي، المرة دي انا محتاج اعمل فيه شنفر، هقول هاختار الاختيار ده، اقول سي سبيس، بيقول لي فيرست شنفر، انا عاوز الشنفر ده 10 ماشي، وعاوز الشنفر الناحية التانية 20 سبيس. طيب بعد كده بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر، حدد لي اول كورنر من الريكتانجل بتاعي، بكيت ومشيت كده. طيب ما فهمتش حاجة، محتاج يرسمه عن طريق ايه؟ الديستانس، اقول له دي بناء على دي سبيس، بيقول لي انت المقاسات بتاعتك كام؟ هقول له 50، ده بالنسبة لللينس، وعاوز 30 بالنسبة للعرض سبيس. هو كده جاهز معايا، عمل لي الشنفر، لان انا خليت الشنفر بطريقة مختلفة، ما خليتوش منتظم، قلت له الشنفر خليه 20 وهنا 10، فطلع بالشكل ده. تمام. طيب خليني اعمل لكم الريكتانجل كمان مرة يكون منتظم عشان تفهموا الشنفر اكتر. ار اي سي سبيس، عاوز فيه شنفر، اختار سي سبيس، بيقول لي الشنفر بتاعك كام؟ الاولاني الفيرست سبيسيفاي فيرست شنفر 10، انا عاوزه يا سيدي 10 فعلا ماشي. بيقول لي الشنفر السكند اهو 20، ده اللي بيأكد كلامي عشان كده طلع شكله كده. المرة دي هخليه منتظم، يعني برضو هختار الشنفر السكند 10 سبيس، بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر، ادي اول بكة اهو، حابب ارسمه بانتظام، اختار دايمنشن، بقول له انا عاوزه 20 سبيس في 20 سبيس، جاهز معايا، عشان الشنفر كبير والمقاسات صغيرة هعيد الدايمنشن، هقول له خليهولي 50 سبيس 50 سبيس. بقى الريكتانجل بتاعي او المربع اهو 50 في 50 والشنفر 10 في 10، ابيك خلصت الامر. ده هو ده، عملت له شنفر، الشنفر هو قلنا هو التقاء الخط ده مع الخط ده في النقطة دي كانت بتكون لنا الكورنر، لكن الشنفر هو النقطة دي لما أبعد مسافة ما سواء اتجاه X أو Y. ده تعريف الشنفر بطريقة هندسية. سريعا لو حبيت أعمل ريكتانجل عن طريق الفيليب، أعمل فيه دوران، أختار الأمر سريعا RAC كده، هقول له المرة دي أنا عايز فيليب، أعمل لي فيليب، فبيسألني بيقول لي الراديوس اللي انت عاوزه للفيلت بتاعك 10، ده الديفولت، فانا هقول له انا عاوزه 5 كفايه سبيس، بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر، ادي الكورنر اهو، بصوا كده بيعمل لي ريكتانجل بس بيكون فيه فيلت دوران، حابب تحط الابعاد اختار دايمنشن او تبك في الناحيه التانيه، خلص الامر. بكده نكون اتكلمنا عن الريكتانجل بطريقه توضيحيه. لو حبيت افهم امر البوليجون، البوليجون هو شكل مغلق، هو واقف على الديفولت على الخماسي، الشكل الخماسي. لو اخترت الامر بيقول لي انتر نمبر اوف سايدز، السايد اللي انت عاوز تعمل بيه بوليجون كام ضلع، هو واقف على الاربعه، لو قلت له 5 سبيس بيقول لي سبيسيفاي سنتر، حدد لي السنتر اللي هرسم لك بيه الخماسي اللي انت اخترته ده، دكيت في حته. بيقول لي انت حابب تعمله جوه دايره ولا حواليه دايرة، اختار الاختيار التاني كده جاهز.
كأن الحروف بتاعته الأحرف يعني بيمسها دايرة، بيبقى منتظم يعني، يبقى دوت خماسي منتظم. بك خلصت. طيب نعيد الأمر تاني. لو أنا المرة دي حابب أعمل سداسي أخلي السايتس 6، أدوس سبيس، أكدت الأمر. بيقول لي specify center of polygon، ببك في أي حتة، أختار ممكن الاختيار الأولاني، أهو جاهز معايا إنه يرسمه. كأن الدايرة بتمصه من الداخل أو من الخارج بما إنه منتظم، اعمل الراديوس بتاعها اللي يناسبك فهيعمل لك الشكل بتاع البولوجون. البولوجون مش هتستعمله كتير قوي، فدي معرفة سريعة كده ليه لو حابب تعمل شكل لأضلاع منتظمة. هننتقل بعد كده على الإليبس. لو حبينا نعمل الإليبس في خيارات متعددة عن طريق السنتر أو عن طريق الأكس والإند أو عن طريق لو حابب تعمل إليبس أرك جزء من الإليبس عامل زي الدايرة كده، في طرق مختلفة إنها تنشئه. الطريقة الستاندر أو الديفولت السنتر، لو اخترتها بيقول لي specify center الإليبس. لما هتحدد له السنتر بتاع الإليبس بك كده مثلا، فكده هو جاهز إنه يعمل الراديوس اللي هو اتجاه إكس. يقول لك specify end point of axis، أنت ماشي تبع axis اللي هو الإكس، فبيقول لك عايز النقطة على بعد قد إيه اللي هي كأنها نص القطر الخاص بالإليبس. وليكن أنا عاوزها 10 سبيس كده، لو نص القطر ده 10 يبقى معناها القطر كله 20، فكده رسمنا أول حاجة القطر اللي هو في اتجاه إكس أو النص قطر، وبعد كده هنرسم اتجاه واي نفس الحكاية. لو حاب حط المقدار اللي يعجبك وليكن 5 سبيس، وكده رسمت الإليبس بتاعي بمعلومية نص القطر اتجاه إكس ونص القطر اتجاه واي. طيب الطريقة التانية لرسم الإليبس بختارها أو بخش السهم الصغير ده، بيقول لي عن طريق الأكس والإند. طيب نختارها، فبيقول لي specify X end point، أدي الأكس أهو أو أهو وأهو، بتحكم عن طريق X سواء Y أو X، والنقطة النهاية اللي هي كأنها نقطة على المحيط بتاعه اللي هي كأنها برضو بتحقق إيه نص القطر. رسمت دي، رسمته بالطريقة دي مفهوش أي مشاكل. لو حابب أفهم آخر حاجة الأرك إليبس، جزء من الإليبس كأنه أرك، بيقول لي تحت specify السنتر أهو، هعمل النص قطر بتاعي وليكن 10 سبيس أهو، هعمل النص قطر بتاعي الخاص باتجاه واي أهو. وبعد ما رسمته، فاكرين الاختيار الخاص بالتعامد، انا مش حابب اكلمكم عن الجزئية دي لان هتكلم عنها بتفصيل فبحاول اهرب منها. التعامد دي باختصار كده اضغط عليها الغيها، حدد specify start angle، انجل كده اللي هي هتبدأ يقطع منها الارك بتاعه. وليكن مش هنقفل التعامد ده، مش حابب اكلمكم عنه، هو اسمه الارث بس مش حابب اتكلم عنه خالص دلوقتي لان الجزئية دي مهمة جدا، ما ينفعش اكروتها في محاضرة صغيرة كده أو بشرح حاجة وأخش فيها هتشتت حضرتك. التعامد ده بس خليك فاهم إن هو لو أنت حابب تخلي الشيء اللي بترسمه متعامد أو تخليه فري، لو قفلته بقى فري ولو فتحته بقى متعامد سواء إكس أو واي اتجاهات يعني. أنا هقول خليه متعامد بعد ما رسمت الإليبس بتاعي، حطيت النص قطر اتجاه إكس واتجاه واي، وهضغط هنا جاهز إن هو يلف معايا أهو، خليه فري هنا أهو. بصوا برسم الارك بتاعي بالمسافة اللي احددها اللي هي الاند انجلي تمام، وعمل بارت كده من الارك بتاعي اللي هو اصله اليبس. لما عملت سيلكت عليه اظهر لي هايلايتر بيأكد الكلام ده، انك لو شديت كده لو حابب تغير الطول بتاعه. وهنبقى نفهم حاجات مهمة جدا عن الارك قدام شوية، ازاي تقسم الارك، ازاي تعمله دايمنشن بارت، دي حاجة ادفانسد جدا، انك مثلا لو حابب تقسم ده ممكن تكسره ازاي، حابب تعمل دايمنشن لجزء صغير مش هتلاقيها في اوامر الدايمنشن خالص، هنتكلم عنها بعد كده. خلونا ننتقل بعد كده للهاتش. لو جيت اتكلم عن الهاتش، الهاتش ما هو الا التظليل اللي بتحب تعمله، سواء لما مثلا بتعمل شيء حابب تحط لها باترن تحاول تظهر لها تهشير او تظليل،
برنامج الاوتوكاد بيديك الفرصة انك تعمل التأشير اللي يعجبك، وبيكون موجود تأشيرات مختلفة سواء لجميع المواد الخشب المعدن. مثلا على سبيل المثال لو بصيت في البلان الخاص بتاعك المعماري بيبقى شكل الأعمدة فيه تأشيرات على شكل 45 زي الأيقونة دي لو حضرتك شايفها. التأشير بيأكد إن ده عمود، وهي دي اللغة اللي الرسم بيعبر بيها عن نفسه. يعني عرفت إن التأشير ده إن عمود عشان تأشيره ثابت، وعرفت إن التأشير بتاع الحوائط على شكل 45 خطين جنب بعض وبعد كده مسافة. لو جينا نتكلم سريعا عن الهاتش، هعمل كده حاجة بسرعة، مثلا هعمل ريكتانجل كده أهو صغير مثلا كده. الهاتش بيبقى محتاج باوندري، شيء مغلق زي المستطيل أو الدايرة مش هتفرق مثلا، أو الإليبس مثلا كده، محتاج كده حاجة زي كده. الهاتش بيساعدك زي ما قلنا على التعرف على الأشياء عن طريق شكل الهاتش. خلينا نفهم السهم الصغير ده فيه ايه. في كذا نوع من الهاتش، انا هشرح لحضرتك الهاتش الديفولت الاساسي وبعد كده هنبقى نتكلم عن التاني بعدين. عندنا سلسلة كبيرة فيها 1000 فيديو فمحتاجين نملاها ان شاء الله. لما اختار الهاتش بيبقى جاهز معايا كده، الاسناب بيبقى عامل زي حرف زائد كده، والريبون فوق بيتحول لاوبشن، وحاجات كده كتيرة مختلفة بس حاجات سهلة جدا التعامل معاها. أول حاجة الباوندرس. يعني إيه الباوندرس؟ يعني بيقول لك هو بيفهم إيه في الباوندرس. عنده اختيارين اسمه البيك بوينتس، والاختيار التاني اسمه سيلكت. طيب إيه الفرق ما بينهم؟ الناس اللي كانت بتشتغل أوتوكاد قبل كده أو النسخة القديمة فاهمة يعني إيه سيلكت ويعني إيه بيك. طيب أما الناس الجديدة اللي ما تعرفش يعني إيه البيك والسيلكت في الاوتوكاد، هو بيقول لك حدد لي انت عاوز تعمل التهشير فين، اما عن طريق البيك بوينتس يعني بيك في اي حته في الشكل ده اللي هو المغلق الباوندري ده سواء ده او ده، او يا اما تعمل سيلكت يعني حدد لي الايدج بتاعه. تمام، فده الاوبشن ده اول حاجه، او الريبون او الجزئيه من الريبون اللي اسمها باوندريز دي خاصه بانت هتحدد الهاتش ازاي. لو انت عندك شكل مغلق مستحب تختار سيلكت وتيجي على الايدج كده بينور اهو بيأكد سيلكت اوبجكت، او لو انت عند حضرتك اللي هي البيك بوينت لو اخترتها بيقول لك الاريا اللي هيبك فيها لازم تبقى مغلقه زي كده. تمام كده، فاول جزئيه دي بتخص اما الشكل يكون مغلق فبتبك على الايدج او الحروف او الباوندري، او يا اما بتختار سيلكت ونفس الحكايه يعني. او لو انت عندك عايز تبك في النص في الاريا اللي هو بيك بوينتس اي نقطة جوه الشكل. تمام، تاني حاجة البانل التانية دي اسمها الباتر اللي هو الشكل، الشكل التظليل او التهشير اللي انت عاوزه. ففي هنا بيقول لك السوليد، وبيقول لك الانجل، وبيقول لك ده اللي هو يعتبر بتاع الحوائط، ده بتاع الخرسانات مثلا لما بتنزل تحت كده بيغير. عندك انواع كتيرة، عندك ده كونكريت، عندك تفحصه بيلدينج مباني، عندك ما يخص الروف. انا بقول لك الحاجات اللي انا اعرفها وبشتغل بيها كمعماري. عندك البريك اهو، عندك السند الرمل بوكس. تمام كده، فهنا بتختار الباترن. وليكن انا حابب اعمل تهشير بتاع الحوائط ده مثلا، اخترته ماشي، هاجي هنا بكيت على الايدج بناء على الاختيار اللي كنت مختاره هنا فظهر شكله، حاسس ان هو كبير قوي، هلاقي بعد كده ما يخص البروبرتس للهاتش ده. تمام كده، زي ايه مثلا؟ حاسس ان الانجل بتاعه بزيرو، الزيرو في التهشير ده هي 45، فانت حضرتك لو عايز ده 90 يبقى تخلي الانجل دي 45 مثلا. لو قلت اهو 45 وامتى، بصوا كده فهم ازاي. يبقى الديفولت بتاع التهشير اللي انا اخترته ده بعد ما اخترت نوع الباك اللي هبك فين يعني على الايدج ولا في الاريا، اخترت النوع ده، ما يخص الانجل بتاعه بيبقى الديفولت زيرو. الزيرو عنده بيفهمها ان هي 45، ده تهشير 45. لو انت حابب تغيره بتلعب في الانجل، ادي اول حاجه تخص البروبرتيز. تاني حاجه تخص السايز، انا حاسس ان هو كبير قوي. بصوا هنا شايفين السهمين الصغيرين، لو حابب اكبره اكتر هدوس على اللي فوق، لو حابب اصغره هفضل مخزن على اللي تحت بيصغر عندي. وبيقول لي بوينت مثلا 3 يعني 3 من 100،
او 37%، بقعد اصغر. لو حابب اعمل سيلكت واقول له 0.5، خلوا لي 50%، انتر 50% من المقدار الواحد اللي كان موجود، الواحد الصحيح. طبعا دي قصة تانية ليها علاقة بالسكيل والكلام ده، لما نبدأ نسكل هنفهم. احنا بس بنشرح عامة ازاي بعمل هاتش. بعد كده خلصت اللي انت عاوزه، في هنا اعدادين قويين جدا، الاعداد اللي اسمه سيت اورجن، ما ينفعش برضه اكلمكم عنه الا لما تعرف تعمل لي تهشير، هيعجبك جدا. وفي الماتش بروبرتيز، لو انت عندك هاتش محتاج تنقله في مكان تاني تاخد المواصفات يعني بتاعته. كده انا حددت الهاتش بتاعي بناء على الباوندري او الاريا، اخترت السكيل اللي يعجبني او الزاويه، الكلام ده كله. في الاخر اقول له كلوزد هاتش، يعني او انشئه لي، فينش. خلاص خلصت الهاتش بتاعي اهو، عملت سيلكت عليه، جاب لي تاني البروبرتيز. لو حابب اقول له انا عاوز ده، او حابب اخليه سوليد، او حابب اخليه ده، ماشي ما عنديش اي مانع. حابب تكبر الحجم، بيكبر اهو وانا بخزن، او تكتب الرقم اللي يعجبك اللي هو مرة ونص مثلا كده، ده مرة ونص. لو حابب اخليه 50% من الحجم اللي موجود ده، انتر، فينيش تاني، اعمل سيلكت عليه اللي بيأكد لي ان ده هاتش. لو بصيت على البروبرتس السريع ده بيقول لي الكالر باللير دوت، ويقول لي ان ده هاتش وشوية بروبرتس عنه. بكده نكون عرفنا الهاتش واتكلمنا عنه سريعا. ما علينا من الهاتش بسرعة كده علشان نلحق وقت محاضرتنا، ما تطولش عن 45 دقيقة، ده افضل وقت للمحاضرات. لو جيت هنا انزل تحت عشان اشوف شوية الاوامر الجميلة دي، محتاج اركز على الامرين دولت، حاجة اسمها الديفايدد وحاجة اسمها الميجر، القياس. لو عندي خط مستقيم ازاي اقيسه زي ما ظهر في البريفيو كده. اوتوديسك عاملة بريفيو حلو جدا، لما تقف بالماوس على اي امر بيقول لك تقدر تنفذه ازاي، بيقول لك اعمل كذا وكذا وكذا. الامر اللي قبله اللي اسمه ديفايدد، لو عندك خط مستقيم ومحتاج تقسمه، ده امر مهم جدا 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 وهتفهم فائدته بعدين. بعد كده عندك بوينت، لو حابب تحط نقطه، لو حابب تعمل شعاع، وادي الفائده الرئيسيه ليه، الدرج المدور او الدوران او المروحه او بالبلدي زي الصناعيه البتنجانه. لو حابب تعمل كونستراكشن لاين، احسن اختيار ليه، بينفع في اسقاط المساقط الافقيه على الواجهات، والاس بي لاين. طيب نتكلم عنهم سريعا علشان وقت محاضرتنا. لو نزلنا عند كلمة درو دي في سهم صغير، لو حابب حضرتك تعمل اس بي لاين، حاجة كده متموجة، لو حابب تعمل خط متموج، انا بستخدمه في الامضة بتاعتي لو حابب اعملها بالاوتوكاد، ما بستعملوش كتير قوي. لما اخترت الامر بيقول لي specify first point، ادي النقطة الاولى، انتر نيكست بوينت، وادي النقطة الثانية، بقى مرن معايا بالشكل ده، بيقول لي نيكست بوينت، وهكذا وهكذا. لو حابب ارسم حاجة زي كده، حاجة متموجة كده، تمام كده، اقول له سي، انتر، قفله. كان تحت في الاختيارات بعد ما رسمته كده مثلا، كده 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 كده، بصوا تحت بيقول لي كلوزد او اند، انا بختار سي سبيس، خلصته، خلص الامر. شوف استخداماته تنفعك في ايه، انا ما بستعملوش خالص، او لو حبيت اعمل حمام سباحه بيه مثلا. طيب في واحد تاني برضو اللي هو الاس بي لاين سي في، بيقول لي تحت في الاختيارات، مش شاغل بالي قوي، ادي الامر اهو، بعمل سيلكت فبيعمل لي زي حاجه كده، ماشي. دوست تاني على السبيس اللي هو اعاده الامر فخلصته، لو انت مش حابب تعمله مولا. لو حابب تلعب في التموجات دي اهو، عندك حاجة كده بتساعدك اللي هي النقط اللي انت بكيت عليها، سيلكت دي. لو عدناه تاني، الفرق بين ده وده اللي هو النقاط ده مثلا، اهو اهو رسمته. حابب انهي الامر، بدوس سبيس اللي هو كأني بعيد الامر فبينهيه، اهو عملت سيلكت عليه. النقط الخضراء دي عند حضرتك هتبقى زرقاء، انا لاعب في الالوان زي ما غيرت الالوان بتاعت مساحة العمل ومساحة الكوماند بار، ما تستغربش ان هي عندي خضراء، انا افضل اللون الاخضر مثلا في الحاجات دي، هتبقى عند حضرتك ازرق. وقلنا مكانها في الاوبشن، لما بتفتح الاوبشن وبتيجي عند حاجة هنا
سلكت اهي، انا مختارها اهو، غير اللون اللي يعجبك. فحضرتك النقط الخضراء دي هي النقط اللي انت بكيت عليها عشان تنشئ الكلام ده، اهو بتتحكم فيها بتغيرها. لو حابب اعمل امضتي بالامر ده مثلا كده، تقعد تزوروها، بس مش هتعرفوا تزوروها عشان فيها جزء صعب جدا، حاجة زي كده. تمام كده خلاص، عشان ما تسرقوهاش مني. المهم خلينا نعمل الامر اللي بعد كده، اللي هو الكونستراكشن لاين. حابب اعمل خط كبير جدا ملوش بداية ولا له نهاية، كل ما هنالك ببك في النص عشان يبدأ ينشئ لي اتجاهاته. لو اخترت الامر بيقول لي تحت عايز ترسمه هورزنتال ولا فيرتيكال ولا انجلي ولا اوفست، يعني عايز ترسمه من حاجة. لو اخترت امر الاتش بيبقى جاهز كده معايا، بتبك بالنقطة اهو، بيقول لك سبيسيفاي زيرو بوينت، هتحدده خلال النقطة دي. تك بكيت، بصوا كده لو عملت زوم اكستند الخط ده مش هينتهي، ملوش اول ولا اخر، ولا سالب اكس اتجاه سالب اكس ولا اتجاه اكس، ملوش بداية ولا لنهاية. ده لو حابب تعمل خط زي كده، خط انشائي اتجاه اكس. كمل سيلكت دلت، بنحاول نجري بسرعة، وكل ده مش هيتفهم اكتر الا بالتطبيق العملي. لو حبيت اختار الامر تاني اللي هو الكونستراكشن لاين، المرة دي هعمله فيرتيكال اهو، فبيقول لي سبيسيفاي ثرو بوينت، حدده لي خلال النقطة اللي هو ده. بيك اتعمل اهو، مفيش اي مشاكل فيه. بيفيدك في ايه؟ بيفيدك في افادة مهمة جدا لو عند حضرتك بلان مسقط افقي ومحتاج تسقط الخطوط بتاعت نقطة الواجهة الأولانية والغاطس والبارز والشبابيك والأبواب، فده أحسن أمر بيساعدك. تمام كده. بعد ما عملته لو قلت له مثلا لو أنا عايز أعمل تعديل، أنا لسه ما اتكلمتش عن التعديل، هطير الباقي وكده، خليت الخط بتاعي قد كده. لو بصيت على البروبرتيز بتاعته هو بقى فاهمه لاين. تمام. طيب ديليت، نقفل الخيار ده عشان هيجننك. لو اخترت الامر بتاعنا تاني اللي هو ده وبكيت عليه، حبيت اعمله بأي زاوية ممكن، ادي 45 اهو، حابب اعمله 135 اهو، عكسها حابب اعملها 180 سبيس اهو مثلا، ما علينا. طيب الامر الشبيه لي هو الاري الشعاع، وبيستخدم احسن استخدام ليه لو حابب تعمل الدرج الدوران في السلم الدوران. بتختار الامر بتقول له specify start point، المركز بتاع الدوران اهو، وجاهز معاك انك ترسم. مثلا لو حابب تحدد ان الزاوية 90 سبيس حسب ما انت مايل، بيحط الدرج اهو، وعندك الداتا اللي جنبه بتقول لك بعد دي قد ايه. ما علينا، برضو التطبيق العملي هو اللي هيساعدنا، عرفنا الامر وازاي نحدده. لو حابب اعمل نقطة، طيب نقطة عادية مثلا، لو اخترت النقطة دي وجيت عملت كده، طيب فين النقطة دي؟ النقطة دي موجودة اهي بس صغيرة جدا مش باينة اهي، هي موجودة اهي، فين النقطة؟ راحت خالص. عشان النقطة دي اظهرها محتاج اعمل حاجة مهمة. النقطة دي هتعرفوا ايه فايدتها، شايفين اليوتيليتيز دي؟ طيب هتلاقي حاجة اسمها البوينت ستايل، دوس عليها. النقطة اللي احنا عملناها هو ده الستايل بتاعها، هو ده الديفولت اللي واقف. انا حابب اغير شكلها، لو حابب حضرتك تغير شكلها، حابب اختار شكل النقطة يبقى هو ده، وحابب اقول له خليها لي 10% واقول له اوكي. اللي انا عملته غيرت شكلها اهي، النقطة عملتها، خلينا نمسحها تاني ونختار امر بوينت. بوينت ده اختصاره سبيسيفاي بوينت، حدد لي المكان اللي عايز تحط فيه النقطه اهي. بقت بالشكل ده بناء على ايه؟ ان انا دخلت اليوتيليتيز دي وقلت له البوينت ستايل، غير لي شكلها، فجاب لي دي، اخترت اهو النوع ده. لو حابب اخليها المدوره وحابب اخلي حجمها 15 اوكي، اتغيرت اهي. لو رجعت للامر، لو حابب تحط نقطة وهنفهم ايه فايدتها حالا في الامر اللي جاي اللي هنختم بيه، نقطة لو حابب تحدد نقطة. في حاجة مهمة تاني في اختيار النقطة دي، عندك اختيارين تحت، السيت سايز ريليتيف تو سكرين. طيب ده معناه ايه؟
معناه ان حضرتك لما تبدأ تعمل زوم ان وزوم اوت بعجلة الماوس، النقطة دي بيتغير حجمها من كبير لصغير، فعشان ما تتوهش وتتشتت تقدر تختار الاختيار الثاني اللي هو سيت سايز ان ابسولوت يونتس. بناء على اليونتس ما تغيرهاش. باختصار لو حابب تلعب في البوينت ستايل، اختار الستايل اللي يعجبك، اختار الحجم اللي يعجبك، وافضل انك تختار الاختيار الثاني ده، مش هتتغير. هي كده اتغير حجمها اللي انت اخترته اللي هو ال 15 ده بناء على ايه؟ اليونتس، الوحده اللي انت شغال بيها. لكن اذا وقفت على الاختيار الاولاني ده بقى اهو اوكي. خليني اوريك بقى اللي انا عايز اقول لك عليه. بص كده، انا بعمل زوم ان وزوم اوت بعجله السكرول ويل اللي في الماوس، فبص حجمها بيتغير. اما اذا خليتها الاختيار اللي هو ده اللي هو ده هرتاح، هيبقى حجمها بناء تبع اليونت. كده خلصت البوينت، خلاص عشان ما زعلش نفسي بيها تاني. حجمها ثابت ما بيتغيرش بناء لما بعمل زوم ان وزوم اوت. لو قلت له زوم اكستند بيجيبها لي، لان هي الوحيده اللي في الفراغ بتاع مساحه العمل. اخر حاجه الامر الجميل ده اللي اسمه ديفايدد او الميجر، القياس او التقسيم. نيجي هنا، عايزين نرسم خط مستقيم، خط عادي اللي احنا اتعلمناه في نقطه الاصل، وليكن انا بحب نقطه الاصل بحترمها، بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، يعني انا عايز ارسم عند نقطه الاصل اللي هي التقاء الاكس مع الواي. لو حابب اوصل لها اقول زيرو، اكتب زيرو حرف الواو وزيرو. قلت له ايه بالكلام اللي انا بقوله ده؟ قلت له الاكس زيرو والواي زيرو، يعني ارسم لي عند نقطة التقائهم اللي هي نقطة الأورجين اللي هي النقطة المتصفرة. الناس اللي كانت فاهمة وصفية كويس فاهمة يعني ايه اكس وواي وزد. حاجة بسيطة جدا، نقطة الأورجين بتبقى دايما زيرو. فأنا اللي أنا عملته كتبت على الكيبورد بعد ما اخترت أمر اللاين، حددت له النقطة الأولانية اللي هي الزيرو، زيرو وحرف الواو اللي في الكيبورد، وقلت زيرو تاني سبيس. بصوا كده أهو بدأ هيرسم لي الخط بتاعي بدايته عند نقطة الأصل اللي هي الزيرو. حابب تفتح الأورث أو تقفله اللي هو التعامد سواء اتجاه إكس أو واي براحتك، أنا حابب أفتحه عشان عايز أعمل خط مستقيم كده. الخط بتاعي عاوز طوله 100 سنتي أو 100 وحدة، لسه ما بنتكلمش عن اليونت ولا الكلام دوت ولا المقاسات. حابب أعمل خط مثلا ب 100 وحدة، 100 سنتي، 100 متر، 100 أي حاجة، 100 فوت، اي حاجة. عملت الخط بتاعي. طيب الخط اهو ما شاء الله خط جميل. هحط له دايمنشن كده بس سريع علشان اكد لحضراتكم. ادي الخط بتاعي 100 سنتي اهو، ما عنديش مشاكل. حابب بس اشرح على النموذج ده اخر امرين في قائمة درو مهمين جدا. مش هشرح اللي تحت دول، ما ينفعش اشرحهم لك وانت اصلا ما دخلتش في البرنامج، لان هيعجبوك جدا. بس خليني انهي الامرين بتوعي، الامر اللي اسمه divided من الاسم بتاعه والريفيو اللي ظهر ده بيقول لي ان الخط بتاعك ده تقدر تقسمه بمسافات متساويه او زي ما انت عاوز. لو اخترت الامر فظهر لي مربع صغير مكتوب جنبه select object to divide، يعني اعمل لي select على الشكل اللي انت حابب تعمله divide. الشكل اللي انا حابب اعمله divide هو الخط، اخترت الخط. فسالني سؤال تاني بيقول لي enter the number of segments or، يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عاوز تقسم الخط ده لكام حتة، كام سيجمنت، وهيستخدم البوينت اللي شرحناها اللي هي ستايل او اللي شرحناها، هيستخدم البوينت دي هيقسمها لي. هقول له انا الخط بتاعي ده يا سيدي انا عاوزك تقسمه لي كل 20 ولا كتير؟ لا، هقول له قسمه لي وليكن خمس حتة. كتبت الرقم اهو بعد ما سألني السؤال ودوست سبيس. بصوا كده ايه اللي حصل. خلينا نرجع هنا نصغر البوينت ستايل شويه، حاسين ان هي 15 كده هتنط في وشنا. ادي 5 اوكي. بصوا كده ايه اللي حصل. الخط بتاعي اللي انا عملته طوله 100 متر او 100 ايا كان الوحده اللي انا برسم بيها، قلت له قسمه لي بامر ديفايد ده لخمس اجزاء. هو فهم ايه لما قلت له 5، راح خد ال 100 قسمها على 5 فعمل ده 20. خلينا نقيس من النقطة دي للنقطة دي 20 فعلا، تمام كده؟ ده أمر ديفايد.
بكل بساطة لو حابب تعيده تاني عشان أمر مهم وجميل، الأمر المميز في المحاضرة وهتعرفوا فايدته. اخترت الأمر، بيقول لي select object divide، ده بيقول لي حابب تقسمه لقد إيه، كل قد إيه. المرة دي هقول له يا سيدي قسمه لي لثلاثة. انطر. أدي مسافة وأدي مسافة وأدي مسافة. طيب 100 على 3 تقريبا فيها رقم كده اللي هو 33 وتلاتات تلاتات ما بتنتهيش، تمام؟ فده اللي بيأكد الأمر. الأمر التاني اللي هو عكسه اللي هو الميجر، لو دلت النقاط دي ماشي وحبيت أعمل حاجة سريعة سابقة لأوانها حضراتكم ما خدتوهاش، حابب أعمل بلوك كده حاجة شيء ثابت، هرسم مثلا ريكتانجل كده صغير، مثلا رسمت أنا ريكتانجل 5 في 5، حابب أعمل جواه دايرة كده بتمص بالشكل ده. الشكل اللي قدامي ده شكل عادي، رسمت مستطيل وجواه دايرة، هحوله لحاجة اسمها بلوك، هتبقى تفهموها بعدين، بلوك بانل بلوك لما نبقى نوصل ليها. حابب أحول الشكل اللي قدامي ده لبلوك، اختصاره بيه، بقفل كده، هسمي البلوك ده باسمي أمر. أمر هصنع بلوك كده حاجة سابقة لأوانها، سيلكت ده سبيس ماشي اوكي، وادي نقطة البرش كده، بقى الشيء ده بلوك اللي بيأكد لو مسكته وحركته كله هيتحرك مرة واحدة. الأمر التاني اللي أنا عايز أشرحه وأنهي بيه بقى، الأمر التاني اسمه إيه؟ ميجر. المرة دي هنقيس الخط دوت لو وزعنا عليه بلوكات مختلفة. الأمر اللي فات كان ديفايدد تقسيم، إنما ده المرة دي قياس. طيب باختصار لو اخترت الأمر بتاعي اللي هو ميجر، اخترته بقى جاهز معايا، بيقول لي سيلكت اوبجكت تو ميجر، يعني اعمل لي سيلكت على الاوبجكت اللي عاوز تقيسه او تعمل قياس عليه. اهو يا عم هو الاوبجكت بتاعي ده، هو ده. فبيسالني سؤال بيقول لي سبيسيفاي اللينث اور سيجمنت، اور تحت هنا بيقول لي يا تحط لينس عشان نقيس لك عليه، او المره دي في حاجه اسمها بلوك. يعني ايه؟ انا عندي شيء بلوك زي اللي انا عملته فوق هنا ومسحته، حابب اوزعه بانتظام على الخط بتاعي ده بانتظام، مش معقول همسك البلوك واقعد اوزع كل 10 او كل 5، ولو حد حابب يعذبك هيقول لك وزع لي على الخط ال 100 متر ده بلوكات كل 5 سنتي، ده بيذلك، او بيقول لك كل 10 سنتي او كل سنتي. باختصار هختار ان انا عايز اوزع البلوك بتاعي على الخط ده بمسافات منتظمة. اختار بلوك، بيسألني سؤال بيقول لي انتر نيم اوف بلوك تو انسرت، البلوك اللي انت عايز تعمله انسرت على الخط ده عشان يوسع يتوزع بانتظام ايه اسمه؟ انا فاكر اسم البلوك بتاعي امر، بدوس انتر. بيقول لي سؤال بقى مهم، بيقول لي الاين بلوك ويز اوبجكت، يعني انت عاوز البلوك بتاعك ده يبقى عامل محاذاه مع الاوبجكت؟ هقول له لا نو ملوش دعوه بقصه المحاذاه والكلام دي. فكانت الإجابة yes أو no، فأنا قلت له no. فبيقول لي specify length of segment، المسافات بين البلوك بتاعك ده لما يجي يتوزع على الكلام ده هقول له 10 متر، وأدوس انتر. الله جميل جدا، وزع لي البلوك بتاعي اللي هو اسمه عمرو، أهو عملت select عليه فبيأكد البلوك أهو النيم اسمه عمرو، اللي يروي القصة دي ما تشغلكوش دلوقتي، وزعهولي بمسافات متساوية على الخط، بدأ من هنا ما بياخدش أول واحد فدي سهلة. قلت له كل البروبرتيز اللي أدخلتها هو حققها لي، لو جيت أقيس فعلا المسافات بين السنتر والسنتر 10، هتفهموا لما أجي أعمل بلوك نقطة الأصل برضو للبلوك، حقق لي اللي أنا عاوزه، وزع لي الكلام ده. ولو حابب تكبر أكتر المسافات مفيش أي مشاكل، أو تصغرها أو تزود العدد، المهم إنك تبقى فاهم الأمر وحابب تعمله وهتعرف تستفاد بيه إزاي وتعرف تنفذه. إلى هنا انتهينا من محاضرة النهاردة، أنا عارف إنها كانت سريعة بس زي ما قلت لكم أنا عايز أخلص البانل دي اللي اسمها الدرو، والمرة الجاية هقدر أخلص الموديفاي أو هتتقسم على محاضرتين، وهنبدأ نشتغل بحاجة عملية كده أنا جهزتها
هنبدأ نتعلم الأوتوكاد فعلا على مشروع أنا جبت صور كده جهزتها، صور زي كده. يا إما نختار المشروع ده نرسمه، يا إما نختار المشروع ده نرسمه، ولو جينا نفهمهم ده دور أرضي ودور أول، وده دور أرضي ودور أول. لو حابين نستخدم النموذج ده عشان نرسمه، ونستخدم النموذج ده عشان نرسمه. وأنا تعمدت إنه يكون بدون مقاسات، لأن ده اللي بيطلب من حضراتكم، إنك يجي لك أو يختارها لك الدكتور ويقول لك شفها، محتاج تفهم أنت شوية حاجات إزاي تدخلها الأوتوكاد وتسكلها، وهنبدأ نشتغل عليها. هنرسم سواء المشروع ده أو المشروع ده، كل واحد منهم ليه دور أرضي وأول، أفكارهم جميلة وبسيطة، هنطبق عليهم دورتنا. أتمنى إن أكون أفدت حضراتكم، وتكون المحاضرة خفيفة ولذيذة ومفيدة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم الخاص بالأدفانسد توتوريال الخاصة بالريفت، هنشرح فيها حاجة مهمة، وهتكون برضو خاصة بالموديل إن بليس. الناس المتابعة جيدا معايا وعارفة أنا ماشي إزاي في الفيديوهات المتقدمة، إن أنا بدأت بشرح الموديل إن بليس ومركز على الاكستروجن، وبدأت عملت ورشة خاصة بالمطبخ عشان تفيدهم. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم في المحاضرة الرابعة الخاصة بدورة الأوتوكاد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.